طيب، معنا عضلات ارتبط لي بالمانديبل، اول عضلات تجي لي لهذه المنطقه نسميه الماستر مسل، بعدين معنا عضلات تجي لي الكرنويد بروسيس نسميه تمبوراليز تمبوراليز مسل، معي ايضا عضله تجي لي للبتروجويد فوفيا نسميه اللاترال بتروجويد مسل، ومعي عضلات تجي للميديال سيرفيس اوف انجل اوف مانديبل نسميه الميديال بتروجويد مسل ميديال بتروجويد مسل، ومعي عضلات تجي لي للانفيريور بوردر اوف مانديبل اللي هي البلاتيزما، معنا ايضا عضله تجي لي من المايلوهيد لاين نسميه ايش مايلوهيد مسل، وعضله تجي لي من الجينيال تيوبريكل عضله من الانفيريور جينيال تيوبريكل الى الهويد بون نسميه جينيوهيد مسل، وعضله تجي من السوبيريور جينيال تيوبريكل الى اللسان نسميه جينيوغلوسس مسل جينيوغلوسس مسل، معنا ايضا ليجامنت يرتبط لي بالمانديبول، اول ليجامنت تجي لي من الاستايلويد بروسيس تجي لي من الاستايلويد بروسيس الى الانجل اوف مانديبول نسميه ستايلو مانديبولار ليجامنت ستايلو مانديبولار ليجامنت، اذا اول ليجامنت تجي لي من اول ليجامنت يرتبط لي بالمانديبول، نجي هنا اول ليجامنت ترتبط لي بالمانديبول قلنا تجي من وين؟ من الستايلويد بروسيس الى الانجل اوف مانديبول ستايلو مانديبولار ليجامنت، الليجامنت الثانيه تجي لي من التيمبورال الى الكوندايل تجي من التيمبورال الى الكوندايل تيمبورو مانديبولار ليجامنت، الليجامنت الثالثه تجي من السبين اوف سيفونويد، شوفوا احنا قلنا فرامين اوفال فرامين سباينزوم خلفه سبين اوف سيفونويد، اجي من السبين اوف سيفونويد الى اللينجولا نسميه سفينو مانديبولار ليجامنت سفينو مانديبولار ليجامنت، معنا جلاند ايضا ترتبط بالمانديبول، اول شيء معنا البارتويد جلاند بهذه المنطقه، بعدين معنا السبلينجوال جلاند والسب مانديبولار جلاند اللي هنا اللي نجي اللي بالسبلينجوال فوسا والسب مانديبولار فوسا، هذا بالنسبه للجلاند، اخر شيء اللي هو الارتري الارتري والنيرف الذي يمر لي من المانديبول، اول شيء معي ارتري يمر من خلف الكوندايل نسموه ايش ماكسيلاري ارتري ارتري يمر من خلف الكوندايل نسموه ماكسيلاري ارتري، وارتري يمر لي يدخل لي لداخل القناه نفسها يدخل لداخل القناه ارتري يدخل لداخل المانديبولار كانال الانفيريور الفيولار نيرف اند فيزلز، وايضا قبل ما يدخل داخل الكانال يدي لي فرع يمر لي بالمايلوهيد جروف نسموه مايلوهيد نيرف، تمام معنا ايضا اللينجوال نيرف ينزل بالجهة الداخلية للريموس ويمر من وين؟ من الجهة الداخلية من المانديبول يغذي لي اللسان والفلور اوف ذا ماوث، طيب قلنا معنا الانفيريور يدخل من المانديبول يمر داخل قناة داخل العظم يغذي لي البوستيريور تيت ويخرج من وين؟ يخرج من المنتل فورامي يدي لي المنتل نيرف، تمام يدي لي المنتل نيرف، معنا ايضا نيرف يطلع من خلف الكوندايل الى منطقة التمبوراليز مسل نسموه الاركو تمبورال نيرف، معنا نيرف ينزل يمر من الجهه الداخليه للكرونويد بروسيس يجي لي الى منطقه التشيك نسموه ايش؟ الباكال برانش اوف مانديبولار نيرف باكال نيرف، معنا ايضا الماستريك نيرف يمر من المانديبولار نوتش يجي لي الى الماستر مسل، اخر شيء معنا الارتري الذي يطلع من تحت الانجل اوف مانديبول الفيشيال ارتري يطلع من تحت الانجل اوف ذا مانديبول الى اللاترال سايد اوف ذا نوز الفيشيال ارتري الفيشيال ارتري واضح.